الرد من احد اللاعبين ويقول ان تاريخي ومش تاريخي، تاريخ مصر اكبر من اي حد، تاريخ مصر اكبر من اي حد. مصر قدرت تاخد البطولات او بطوله الامم الافريقيه 7 مرات، وكان ممكن تبقى الثامنه السنه دي بمختلف اللاعبين مش بتاريخ لعيب واحد. وخصوصا خصوصا مع احترامنا وتقديرنا لكل اللاعبين، لما يجي لاعب مش اساسي اصلا مع منتخب مصر على مدار كل البطولات اللي فاتت، تمام، ويتكلم في الحته دي يقول لك تاريخي اكبر من انا ارد على كابتن هاني رمزي. بالمناسبه كابتن هاني رمزي نجم كبير، سيبك من موضوع الجهاز الفني بقى واللي حصل في البطوله دي، لكن راجل وصل مع مصر كاس عام 90، شارك في كاس عام 90 وخد بطوله الامم الافريقيه 98 مع الكابتن محمود الجوهري المدير الفني العظيم الراحل، عنده انجازات وكان لعيب اساسي، كان لعيب اساسي. لكن في نفس الوقت ده يخلي الواحد يتساءل، امال احمد فتحي ده تاريخه يبقى ايه؟ والله بجد سؤال مهم. احمد فتحي اللي شارك في كل البطولات اللي ممكن يجي في دماغك كده، سواء مع الانديه او مع المنتخبات، بدايه منتخب الشباب، المنتخب الاولمبي، شارك في الاولمبياد، شارك في كاس العالم مع منتخب الشباب، كاس العالم مع المنتخب الكبير، مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، بطوله افريقيا خدها كذا مره، دوري خده، كاس، كل حاجه، كل حاجه، سوبر هنا وهنا وهنا، كل الحاجات دي خدها احمد فتحي صاحب هذا التاريخ الكبير. طب باشا احمد فتحي، امال وائل جمعه ده الاسطوره في خط الدفاع يبقى تاريخه ايه؟ ما هو برضو يا جماعة لازم نراعي إن التصريحات في بعض الأحيان بتبقى مستفزة، وإحنا شعب بنحب الكورة وشعب في نفس الوقت لازم تتكلم معاه بصورة منطقية شوية ومش بتعالي. مهمة قوي إن أنت ما تتكلمش مع الشعب ده بتعالي. الشعب ممكن يقدرك لو أنت بتعمل فعلا مجهود، وأنا بتكلم كرويا بالتحديد، بتعمل مجهود في الملعب صح، بتشتغل صح، ليك دور بارز مع منتخب مصر او مع اي نادي، الجمهور اي نادي بيقدرك وبيشيلك فوق دماغه. لكن تتكبر او تبقى ليك وجهه نظر معينه وطريقه معينه في الرد والكلام من ده، لا ده غير مقبول في الحقيقه، مع احترامنا وتقديرنا الكامل لشخص هذا اللاعب. لكن في نفس الوقت لازم يا جماعه يكون في مراعاه للالام اللي بيعاني منها الشعب المصري حتى هذه اللحظه، واللي هيعاني منها الفتره الجايه لغايه لما الكره المصريه تتعدل او يتعدل مسارها. لازم نراعي هذه الالام، لازم التصريحات تبقى محسوبه كويس قوي قوي قوي، لان لسه الشعب المصري بيتالم بعد الخروج من بطوله الامم الافريقيه بهذا المنظر السيء، خصوصا في ظل تنظيم مفيش احسن من كده اطلاقا اطلاقا، ودعم من الدوله بشكل كامل متكامل، من المسؤولين، من كل حد، كل الناس، واللي قبل كل ده الجماهير نفسها اللي دعمتك بشكل كبير جدا كمنتخب، وانت للاسف ما قدرتش تعمل حاجه، سواء مدير فني او جهاز فني بالكامل برضو، انا مصر على النقطه دي واكيد حضراتكم مصرين عليها، او لاعبين. فبالتالي يا جماعه راعوا الحاله اللي ممكن يكون فيها الشعب المصري المهتم بكره القدم، واكيد الشعب المصري كله بيبقى مهتم بهذه اللعبه يعني.